كيقولوا زعما كلشي عندنا غالي. بالعكس، مرحبا بهم اي وقت. حنايا كان الحمد لله كنرحبوا بهم، اللي بغانا مرحبا به، واللي ما بغاناش داكشي هو كيعرف. تبارك الله تبارك الله، ما شاء الله الدنيا غتصفر كاع. تيما مشيتي ما تجبر موطاك، كلشي مناسب. تيما مشيتي زعما الحمد لله ما كيغلي وما حتى شي حاجه. الطاكسي كيبقى هو هو، الطوبيس كتبقى هي هي، المطعم كيبقى هو هو، الكرا الله اعلم. زعما على حسب هذا العام الدنيا زعما بقات مرخوفه شويه، ماشي بحال عام نول. الناس زعما يمكن عاون شرط شي موطا اخر، فهمتي؟ اما انا قلت لك الحمد لله كلشي فيما يرام. مدينه فاس، جيت لمدينه تطوان، طلعت للرينكول. المهم على حسب الاجواء، على حسب الاجواء غاليه، على حسب انت وجيبك. كاين اللي كيغلي وكاين اللي كيرخص، المهم على حسب. المهم الغلاء هذا العام غالي صراحه، غالي عينا نقلبوه ما قينا. اللي غالي الاكثريه كتلقى الديور غاليين، كتلقى اكثريه بالنهار، ما كاينش بالشهر هكا. والمواد الغذائيه، المواد الغذائيه غاليه شويه تاهي، على حسب انت وجيبك. كاين شي بلايص كتلقى المواد رخاصين شويه، المهم كورمي. وكاين شي بلايص كتلقى المواد غاليين، ما كتلقاش ما دير معاهم. جيت من مدينه ميلانو من طاليان. بالنسبه لي انا الشمال، يعني بالنسبه لي انا ما غاليش، ولكن الشاب شويه غالي، يعني الاثمنه شويه كيزيدوا. في شهر 6 كيكون الثمن، وفي شهر 7 كيتبدل الثمن، شهر 8 شويه كيزيد. ولكن بالنسبه لي انا يعني ثمن مناسب. هو كيكون واحد الفرق، لا ماشي درجه كبيره، ولكن كيكون واحد الفرق، يعني من شهر 6 وشهر 8 كيكون واحد شويه الفرق، كيكون واحد الزياده شويه الاسعار. انا كندخل كنجلس شهر 6 شهر 7 شهر 8 كاين واحد شويه واحد الفرق كيكون، ولكن ماشي بزاف. الشمال هذا العام هذا ما غاليش بزاف، عادي جا اثمنه بحال العوام اللي قبل، حتى شي حاجه ما غالي. واخا كاين غلاء الاسعار شويه طالعين هذا العام، ولكن عادي فهمتي، نفس الاثمنه ديال العام اللي قبل واللي وراه. عادي الكرا في الثمن ديالو، الطاكسي في الثمن، باراسولات، الكراسه، كلشي في الثمن ديالو. البحر زوين، كلشي زوين عندهم هنا. الكازا شويه طايحه الثمن، راك عارف فهمتي، ماشي بحال الشمال، ولكن ما فهمتش اقتصاد كاين تما، ولكن جينا فهمت ماشي الثمن اللي طالع بزاف، عاوتاني جد مناسب. مدينة فاس، حنا متواجدين في المضيق. بالنسبة للأسعار، بالنسبة للكرا شوية غالي، أما المعيشة على حسب الظروف ديالك أنت، باش ما بغيتي تعيش تعيش. الكرا شوية غالي، والحمد لله الأجواء مزيانة، والله ينصر سيدنا تنجيبوها الوليدات يتفوجوا ولا بدا مع الانسان ميت. والشمال خصوصا دابا المضيق وتطوان مشهورين بالصيف، لان مكان احسن مكان للصيف. المدن الاخرى تيكون فيها الخدمه وتيكون فيها هذاك، الشمال كاين كاين الهدوء وكاين الامن. انا ساكنه في قنيطره، ولكن جيت من ايطاليا. دابا صافي 16 عام وانا في ايطاليا، و16 عام ما جيت للشمال، ودابا هذه ثاني مره تنجي ليه. صراحه عجبني بزاف، يعني كاين ما يتشاف الناس، لورغانيزاسيون يعني في واحد المستوى عالي. خرجنا مشينا للبحر، مشينا لي ريستو البارح كلينا فيهم. الاثمنه مناسبه جدا في متناول الجميع، لا من السائح اللي غيجي من برا ولا اللي من الداخل. يعني الحمد لله والشكر لله كل شيء موجود. واش المعيشه غاليه في الشمال؟ راه غاليه بري، غاليه بزاف، حسب الكرا غالي، كل شيء غالي، ولقمه العيش صعيبه، وراك عارف خصك تقاتل باش تخلص كرا. ودابا عندنا ماجدين من بعيد باش كنكريونا في الشمال وكنخلصوا الكرا، وعاوتاني كنشريو الحوايج، هوايا هذيك عاوتاني عاد القاص، ومعيشه غاليه والله حتى غاليه. العائله درينكون، لا حسب اللي كيقولوا الاسعار غاليه، بالعكس هذا هو الجهد. كي تما حتى حنا عاوني كنمشيو كنسافروا، عاود هذاك هو الثمن اللي كنخلصوا، هذاك الشيء هما اللي كندفعوا. عاود انتم عندكم داك الشيء غالي وحنا عندنا داك الشيء غالي، كنت تما اصلا غلا اصلا في كل شيء ماشي غير في الشمال، وبلادي ميصبر مع بعض وصافي. مرحبا بهم،
و مرحبا بهم التراوي ينشطوا مع راسهم ما عندهم ما يعدلوا. معكم مهدي من مدينه مكناس. بغيت نقول لكم بلي مدينه المضيق الثمن ديالها رخيص، يعني ما كاين لا غلاء لا حتى شي حاجه، بخير الحمد لله. الناس راه ما كيشكي وما حتى شي حاجه الصراحه. حنا كندوب بيطه هنايا حاليا بدرهم، وعندنا في مكناس حنا دايره بدرهم ونص. دابا نجيب لكم خمسه البيضات بخمسه دراهم. الشمال انا بالنسبه ليا تعجبني هاد البلاصه المضيق، الجو ديالها زوين كنرتاح فيها، هادشي اللي كاين. كل حاجه وثمنها صراحه، كاين الغلا، كاين المطاع اللي قرابين غاليين، وكاين اللي المطاع بعادين شويه. كل حاجه وثمنها صراحه، المعيشه شويه هاد شهر 8 شويه كيكون طلبات شويه طالعين، ريكون فيها السهره، فيها البحر، فيها زعما كل شيء موجود صراحه. الصراحه الله اتمنى في المتناول، وكاين شي بلايص غاليه اللي شوف اللي بغى الغلا راه يمشي يجي الغلا، واللي بغى الرخا راه يمشي يجي الرخا، كلشي موجود الحمد لله. بالنسبه للاثمنه اللي لقيتي هنايا؟ بالنسبه ليا انا كنقلب الحاجه رخيصه ما نكذبش عليك. المهم كاين بنادم يعيش، شوف لازم يعيش باش ما عطى الله. عايا في هذه الوقيته شهر 8 راك عارف داخل كيكون شويه الغلا. جاية مغربي الاورو جاي فهمتي، كطلع لنا السومه. مدينة الشمال ماشي غالي كما كيروجوا له الاعلام، ولكن كل مكان والثمن ديالو على حسب القدره الشرائيه ديال المواطن. الحمد لله تطوان خصوصا الفنيدق والمضيق الاجواء فيها زوينه، وكما قلتي واش كاين الغلاء هنايا صراحه بالنسبه يعني لا كومباريزون ما بين كازا وتطوان، يعني المعيشه عندهم رخيصه صراحه. انا لقيتها رخيصه، ما لقيتش مشكل في الاثمنه، وعجبتني بزاف، وكنتمنى ان شاء الله يزيدوا نقصوا كاع مزيان، لانه احنا ضد الغلاء فهمتي، يعني ضد الغلاء. والحمد لله المعيشه هنايا بالنسبه للدرويش راه يقدر يعيش هنايا مده طويله فهمتي، يعني بالنسبه للدرويش راه يقدر يجي، وبالنسبه حتى للعائلات اللي عندهم الوليدات وهذا وبغاو يجيو لتطوان، انا كنعطيكم واحد النداء من هنا من تطوان، جيو مرحبا بكم. وما كاينينش زعما الاسعار طالعين، حتى الكرة هنا راه ما طالعش بزاف، يعني اثمنه جد مناسبه، كتاخذ بارطما ما كتفوتش 300 درهم 250 درهم، يعني هذه شي حاجه زوينه وتشجيع للسياحه المغربيه. انا شاب من الشبان اللي كاينين هنايا في الرينكول بمدينه المضياق في نواحي تطوان. بغيت غير نوصل واحد الميساج ديالي للناس اللي الناس الداخل وكذا اللي كيجيو عندنا الرينكول وكيقولوا كاين الغلا. بالنسبه لي انا راه ما كاينش شي الغلا، حيت شرف هو كاين واحد شويه، ولكن ضروري ما غيكون الغلا حتى السخانه راه كيجي بنادم داخلي، ضروري ما غيتزاد الثمن، ماشي بحال الشتاء. بحال دابا في الشتاء راه كيكون بنادم هنايا كيدبر معاه خا فهمتي، هذا كيجي عنده ويصاحبه، ماشي بحال السخانه، السخانه كيجي بنادم بزاف وكذا، حتى كيكون واحد الثمن شويه طالع، وماشي طالع وتسمع طالع. المهم شويه بنادم هنا كيديباني وصافي. وحنا كنرحبوا بالجميع ومرحبا بالجميع عندنا هنايا، وكتسمى مدينه المضياق مدينه محترمه عائليه، كيجيو لينا مدينه اي مدن والخارج الداخل، المهم ما كان كيجيو عندنا ومرحبا بهم. بغيت نوصل الميساج بان راه الغلاز ما كاينش، يعني بنادم هنايا الدرويش كيعطي مع الدرويش، ولكن شويه في السخانه كيكون ديك شويه قولوا 5 دراهم 10 دراهم زايده. والله يسهل على الجميع ويسهل علينا ان شاء الله. تحيات.